طيب، على هذا الامر بينضم لي الاستاذ اسلام عامر نقيب المأذونين. يا اهلا وسهلا بيك يا استاذ اسلام. أنس كمال، ازي حضرتك؟ مشرفني بكل تاكيد يا استاذ اسلام. ربنا يخليك يا عز قلبي. تابعت ازاي مشروع القانون ده؟ والله يعني هو كيف سمعت عنه الاول؟ سمعت عنه، بس كيف يحتسب بعقد؟ ده لا يحتسب بعقد، ده يعني اتفاق ما بين الـ اهل الزوج او الزوج واهل الزوجه على قيمة المهر، على قيمة الشبكة إن كان هناك شبكة مقدمة من العريس. فكيف تحتسب بعقد؟ طب وإن تم فسخه أيحتسب بطلاق أم بغير ذلك؟ يعني لما نيجي نعمل حاجة نبقى نعمل حاجة كاملة متكاملة. يعني إن كان هذا بمثابة العقد فيبقى وجب فيه الفسخ. عند الفسخ، فسخ العقد يحتسب بطلاق أم غير ذلك؟ فلا بد الرجوع للمؤسسة الدينية للإفتاء عما إن كان هناك صواب من عدمه.